بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء أبدوها بالعناوين. السودان يطالب مجلس الأمن بمنع أطراف سد النهضة من إجراءات أحادية. اعتداءات على القوات المسلحة من حركة تحرير السودان ومجلس الصحوة. كندا تعلن اعتزامها إنشاء صندوق لدعم المشاريع التنموية في السودان. أهلا بكم. طلب السودان من مجلس الأمن الثلاثاء تشجيع أطراف سد النهضة الإثيوبي على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي. جاء ذلك في رسالة بعثتها وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله إلى رئيس مجلس الأمن، تضمنت شرحا لموقف السودان من التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة وفق بيان صادر عن الوزارة. ودعت الرسالة مجلس الأمن إلى دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولا لاتفاق شامل ومرض لكل الأطراف. وشملت الرسالة على تفاصيل المبادرة التي تبناها السودان مؤخرا وتمثلت في الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وأفضت إلى الموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري. وأكدت على موقف السودان المبدئي القائم على التفاوض بحسن نية انطلاقا من قناعته بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها. وشددت الرسالة على التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. أعلنت القوات المسلحة عن تعرضها لاعتداءات من مجموعات تنتمي لحركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري بجبل مرة في دارفور. وقال بيان صادر من المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة إن مجموعات تنتمي لحركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري قامت بالهجوم على القوات المسلحة في منطقة غرب جبل مرة في انتهاك واضح وصريح لوقف إطلاق النار في محاولة للعودة بدارفور إلى حالة الاحتراب والفوضى الأمنية. واستنكر البيان الاعتداء وأكد حق القوات المسلحة في حماية مواقعها وحماية المواطنين ضد الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها هذه الجماعات، كما تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنظافة بؤر التهديد ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية. أدى القسم اللواء ركن ياسين إبراهيم ياسين وزيرا للدفاع أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحضور رئيس القضاء مولانا نعمات محمد عبد الله. وقال وزير الدفاع في تصريحات صحفية عقب أداء القسم: سنعمل سندا وعونا للإخوة في مجلس الوزراء متكاتفين بكل جهد وهمة ووفاء وفداء واستلهاما لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة وعموم الشعب الصابر الأبي لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية للوصول بالفترة الانتقالية إلى غاياتها ومقاصدها. وترحب على روح الشهيد الفريق ركن جمال عمر وأرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة. اليوم وفي هذه اللحظات بحمد الله وتوفيقه تم أداء القسم لتولي مهام وزير الدفاع، ويأتي هذا التكليف خلفا للشهيد الفريق أول جمال عمر. نسأل الله أن يسكنه في عليين مع الشهداء والصديقين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل كل شهدائنا وأن يزيل عنا البلاء والوباء وأن يمن الشعب السوداني بالصحة والعافية إن شاء الله بإذنه الكريم. سنعمل إن شاء الله بإذنه تعالى سندا وعونا للإخوة في مجلس الوزراء متكاتفين بكل جهد جد وهمة وإخلاص، فداء واستلهاما لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة وعموم الشعب السوداني الصابر الأبي لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية، ونصل إن شاء الله بالفترة الانتقالية إلى غاياتها ومقاصدها. أعلنت كندا اعتزامها إنشاء صندوق لدعم المشاريع التنموية في السودان خلال العام الحالي، وذلك في خطوة إيجابية في تاريخ العلاقات بين البلدين. وأكدت وزيرة التنمية الدولية الكندية السيدة كارينا جولد في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، أكدت تضامن كندا الكامل مع الحكومة السودانية ودعمها المستمر لمواجهة فيروس كورونا، كما أشارت إلى تخصيص مبلغ 19 مليون دولار للعون الإنساني في السودان لعام 2020 بزيادة مقدرة عن العام الماضي. وأكد الطرفان على ضرورة التضامن الدولي لمواجهة فيروس كورونا،
وفي هذا الإطار أعربت السيدة أسماء عن شكرها الحكومة الكندية على الدعم الذي قدمته للسودان لمواجهة الفيروس، كما عكست الوضع الصحي المنهك والآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي سببها الفيروس، وطلبت من الجانب الكندي المزيد من الدعم لتلافي هذه الآثار السالبة. كما عبرت السيدة أسماء عن شكرها للوزيرة الكندية على اتصالها الهاتفي، وأكدت حرص السودان على تعزيز التعاون مع كندا في المجالات الاقتصادية للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها الثرة. كما أكدت حرص السودان على التحول الكامل من الدعم الإنساني إلى المشاريع التنموية التي تخدم الطرفين. قال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايش إن مفاوضات جوبا اعتمدت مشاركة أهل المصلحة في السلطة بتخصيص نسبة 20% في الفترة الانتقالية الحالية. وقال التعايش خلال لقائه ممثلي النازحين بولاية جنوب دارفور إنه تم وضع أسس لمعالجة مشكلات الأراضي والحواكير بصورة كلية، وقال إن ما يجري في دارفور من اختلالات أمنية جزء منها مرتبط بقضايا الأرض، وإنما يتم الآن من معالجات يعتبر مؤقتا ويكمن الحل في تحقيق السلام الدائم. وأشار إلى إجماع كل من التقاهم خلال زيارته لجنوب وشرق دارفور على ضرورة فرض هيبة الدولة وإكمال عملية السلام. احنا مقترحنا الأساسي للمشاركة في السلطة أثناء الفترة الانتقالية في دارفور تحديدا هو إشراك أهل المصلحة وتخصيص نسبة 20% للمشاركة في السلطة وتخصيص مقاعد لكل أهل المصلحة في مفوضيات العملية بتاعة السلام، إشراك النازحين واللاجئين كعنصر أساسي في عملية السلام، يتكلموا بشكل عام ومجموعين عليه أن ضرورة استتباب الأمن، ضرورة بسط هيبة الدولة، ضرورة إنفاذ القانون، ضرورة إكمال عملية السلام بأسرع ما يكون، ضرورة استئناف مرحلة جديدة في السودان. ده صوت النازحين اللي أنا قابلت الليلة ممثلي كل معسكرات النازحين بولاية جنوب دارفور. من جانبه قال والي جنوب دارفور هاشم خالد إن زيارة وفد مجلسي السيادة والوزراء لولايته حققت نتائج كبيرة ومفيدة، خاصة تأكيد الحكومة المركزية على إكمال طريق نيال الفاشر الذي يعتبر شريانا لولايات دارفور، فضلا عن وضع الحلول لقضايا معاش الناس ودعم جهود حكومة الولاية في برامج مكافحة جائحة كورونا. كلنا في شوق إن شاء الله هذه الزيارة حتى تترجم بإذن الله لبرامج عمل بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله أول حاجة يمكن المشاريع التنمية دي نحن نعول عليها كبير جدا، بالإضافة للمياه وضع البقارة اللي برضو نتناقش لأنه أهلنا بيعانوا معاناة شديدة في العطش، بالإضافة للسلع الاستراتيجية. لا يمكن نحن لفينا كل المحليات يا جماعة، الرغيف الواحد يتباع ب10 جنيه، ونحن برنامجنا في الموازنة وحكومة الفترة الانتقالية الاهتمام بمعاش الناس، فدي إن شاء الله قضية محورية حتجد إن شاء الله مع أخونا بعد رجع أخونا محمد حسن مع الوزارات ذات الصلة، وإن شاء الله إحنا موعودين بخير كثير جدا في ولاية جنوب دارفور. تعهدت الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور بالمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار بالولاية، وطرحت الإدارة الأهلية بالولاية لدى لقائها والي غرب دارفور ربيع عبد الله آدم مبادرة لتقوية النسيج والتعايش السلمي بين المكونات السكانية. وأشاد والي غرب دارفور بروح المسؤولية التي توافقت عليها قيادات الإدارة الأهلية لتحقيق تطلعات وأشواك إنسان الولاية في القضايا الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتنموية ورعاية المصالح المشتركة بين المكونات السكانية، واطلع على خطة الإدارة الأهلية لإنجاح وحماية الموسم الزراعي لهذا العام. إن شاء الله حتتبلغ مننا عدة مبادرات في كيفية إرساء هذا السلام وفي كيفية أن يكون هذا الموسم الزراعي القادم نقطة انطلاق نحو غرب دارفور جديدة ودار الدوحة جديدة تعبر عن رجال هذا العصر، امتداد لرجال يعني أو رسول تاريخ طيب واستشراف لمستقبل لأبناء هم منتظرين مننا الكثير. ولذلك يمكن نحن نحير على الشهداء السودانيين مجتمعين ودارين نقول أنه طالما البلد فيه رجال وطالما الناس الآن تواثقت وتواعد زي ما نحن شفنا، الاجتماع كان حقيقة مليء بالمشاعر وكان مليء بالمسؤولية والروح الطيبة، فلذلك ده نطمن أهلنا في غرب دارفور إنه نحن إن شاء رب العالمين ماشي من أحسن لأحسن ويمكن دي هديتنا للعيد. من جهته أكد سلطان عموم دار مساليط السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين حرص قيادات الإدارة الأهلية بالولاية
لجعل خريف هذا العام منصة لانطلاق التعايش والعودة بالولاية إلى سيرتها الأولى، ودعا المكونات السكانية والحواضن السياسية للالتفاف من أجل إنجاح الموسم الزراعي والمساهمة في نهضة الاقتصاد بزيادة المساحات المزروعة. عكسنا هذه الرؤية للأخ الوالي، هو مشكور بهمته العالية، استجاب وتفاعل مع رؤيتنا بسرعة جدا. علينا بأن يعني لابد أن نتجاوز كثير من التباينات الموجودة، علينا أن نجعل من خريف هذا العام هو منصة لانطلاق لتعايش وتوادد والرجوع إلى ما كنا عليه في قديم الزمان. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السودان، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة. ووفقا للتقرير الوبائي، فإن الخرطوم سجلت 113 إصابة، والجزيرة 10 حالات، وشمال كردفان حالة واحدة، والقضارف 6 حالات، وسنار 5 حالات، وكسلة 8 حالات، وغرب دارفور حالتين، النيل الأبيض حالة واحدة، وحالة واحدة أيضا بولاية البحر الأحمر. أما الوفيات فقد سجلت 12 حالة وفاة، منها 5 بالخرطوم و4 بالجزيرة و1 بشمال كردفان و2 بالقضارف. وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 5137 حالة، متضمنة 298 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 99 حالة، ليصبح العدد الكلي للمتعافين 1522 حالة. وفي الأثناء، أقرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية أمس تمديد حظر التجوال في العاصمة الخرطوم اعتبارا من اليوم الثلاثاء لمدة أسبوعين، وزيادة فترة السماح للحركة من 6 صباحا حتى 3 ظهرا، مع الإبقاء على كافة الإجراءات السابقة. وقال الرئيس المناوب للجنة الطوارئ الصحية عضو المجلس السيادي صديق تاور في مؤتمر صحفي بمنبر سونا أن اللجنة قررت تمديد فترة السماح للحركة الداخلية في العاصمة الخرطوم من 6 حتى 3 ظهرا اعتبارا من 3 من يونيو وحتى 18 من يونيو المقبل أو من يونيو الجاري من ذات الشهر. وأكد أن قرار منع التجمعات بما في ذلك المناسبات وإغلاق الأندية والأسواق الكبيرة يظل ساريا، بجانب إغلاق الكباري إلا للجهات المستثناة من الحظر، مع توقف حركة نقل الركاب بين العاصمة والولايات والحركات بين الولايات الأخرى. أمنت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بولاية الخرطوم على قرار الوالي بزيادة الرسوم المقررة لحجز المركبات المخالفة لأمر الطوارئ الخاص بالحظر الصحي، وتراوحت ما بين 1527 و1027، وذلك بناء على توصية دائرة مرور الولاية. وأجرت اللجنة في اجتماعها برئاسة مدير عام وزارة الصناعة والتجارة أبو بكر محمد نور اليوم الثلاثاء تقييما شاملا للأوضاع الصحية والخدمية والمعيشية عقب صدور قرار تمديد الحظر في 18 من يونيو الحالي. ووجه الاجتماع كافة الجهات المسموح لها بالحصول على تصاريح المرور بتسليم قيادة منطقة الخرطوم العسكرية المركزية البيانات المطلوبة لإصدار تصريح المرور الإلكتروني، كما وجه وزارة الصحة بالنظر في استئناف عمل عيادات الأطباء وعيادات الأسنان وعودة المستشفيات الخاصة لاستقبال المرضى. أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء الانتقالية السفير عمر بشير مانيس عن منح العاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم إجازة لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بشأن الإجراءات المطلوبة لمجابهة جائحة كورونا. ووجه وزير شؤون مجلس الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم استثناء من يرون ضرورة استمرار أعمالهم لتسيير المهام الضرورية بالدولة إبان فترة الإجازة بالتنسيق مع الجهات المختصة. سودان هذا المساء متواصل معكم، وفيه بعد قليل. مزارعون بولاية القضارف يطالبون الحكومة بتوفير الوقود والتمويل للموسم الزراعي.
أهلا بكم من جديد وإلى هذه الجولة في أخبار العالم، حيث قالت بعثة الأمم المتحدة لليبيا في وقت متأخر من مساء الاثنين إن الطرفين المتحاربين في البلاد اتفقا على بدء محادثات لوقف إطلاق النار بعد قتال مكثف دام أسابيع قرب العاصمة طرابلس أججه تدفق أسلحة أجنبية. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان نشرته على الإنترنت إنها رحبت بخطة استئناف المحادثات التي تستند إلى اجتماعات ما يطلق عليها 5+5 التي شملت 5 مسؤولين بارزين من كل طرف. وشنت قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوما في أبريل لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. واستعادت حكومة الوفاق الوطني بدعم تركي في الأسابيع الماضية العديد من المناطق في شمال شرق البلاد وأغلب معاقلها في العاصمة، لكن الجيش الوطني الليبي المدعوم من الإمارات وروسيا ومصر قال إنه استعاد السيطرة على بعض الأراضي يوم الاثنين. قال وزير الدفاع الإسرائيلي بين جانتس إنه أمر الجيش بتكثيف الاستعدادات لضم إسرائيل المزمع لمناطق في الضفة الغربية، وهي خطة قد تؤجج العنف الفلسطيني. وفي تصريحات علنية لنواب من حزبه أزرق أبيض الوسطي أشار جانتس إلى تصاعد أعمال العنف في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية وإعلان الفلسطينيين الشهر الماضي إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل بسبب مسألة الضم. وقال إنه أمر بعد ذلك رئيس الأركان جنرال عفيف كوخافي بدراسة جميع التداعيات والتحضيرات المطلوبة النابعة من المضي قدما في خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير كانون الثاني، وهي خطة قد تسهل الضم. وقال جانتس في بيان خطي منفصل يجب أن تكثف قوات الدفاع الإسرائيلية الاستعدادات قبل التحركات الدبلوماسية المزمعة بشأن الفلسطيني. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستعانة بالجيش لوقف احتجاجات اندلعت بسبب موت رجل أسود بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه. وبعد تصريحاته استخدمت قوات إنفاذ القانون الطلقات المطاطية والغاز المسيل للدموع لإخلاء المحتجين والسماح للرئيس بالسير نحو كنيسة لالتقاط الصور له. وقال ترامب يتعين على رؤساء البلدية والحكام فرض وجود كبير لقوات إنفاذ القانون إلى أن يتم إخماد العنف. وتابع إذا رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ التحركات الضرورية للدفاع عن أرواح سكانها وممتلكاتهم فسأنشر الجيش الأمريكي وأحل مشكلتهم سريعا. وبعد تصريحه سار ترامب من البيت الأبيض في منطقة أخليت من أجله إلى كنيسة القديس يوحنا الأسقفية حيث حمل إنجيلا بينما كانت الصور تلتقط له مع ابنته فانكا ووزير العدل ويليام بار. قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا إردرين اليوم الثلاثاء إنها شعرت بالذعر لوفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد ورحبت باحتجاجات التضامن السلمية في نيوزيلندا، لكنها أشارت إلى أن المحتجين استهانوا بقواعد التباعد الاجتماعي. وقالت في مقابلة تلفزيونية أعتقد أنني أقف مع كل من يشعرون بالذعر بسبب ما رأيناه. وأضافت في إشارة إلى قيود التباعد الاجتماعي في التجمعات الكبيرة لا أريد وقف الاحتجاجات السلمية لكن القواعد مفروضة لحماية الشعب. وقالت إن تعامل بلادها مع هذا الهجوم أوضح أن شعب نيوزيلندا ينبذ العنصرية والكراهية. وقالت خلال المقابلة ويعني هذا أيضا أننا ننبذهما كدولة أينما رأيناهما في العالم. وأضافت أنها تتفهم شعور المحتجين. بريطانيا الصين اليوم الثلاثاء من اتخاذ خطوة تحسم مسارها ولا يمكنها العدول عنها بشأن هونغ كونغ، قائلة أن بكين يجب أن تتراجع وأن تفي بالتزاماتها الدولية تجاه هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة. وقال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني أمام البرلمان الكرة في ملعب حكومة الصين ويتعين عليها تحديد خياراتها. وأضاف أن بإمكانها عبور خط حاسم وانتهاك الحكم الذاتي وحقوق سكان هونغ كونغ أو يمكنها التراجع وتفهم المخاوف السائدة في المجتمع الدولي وأن تكون على قدر المسؤولية كعضو رائد في المجتمع الدولي. وتابع راب لا نسعى لمنع صعود نجم الصين، نحن أبعد ما نكون عن ذلك، نرحب بالصين كعضو رائد في المجتمع الدولي ونتطلع للعمل معها في كل المجالات من التجارة إلى التغير المناخي. في أخبار الاقتصاد وقف وكيل وزارة الري والموارد المائية ضو البيت عبد الرحمن منصور على سير العمل في سد مروي
وحجم المياه المخزونة والتوليد الكهربائي، وذلك ضمن سلسلة زياراته الميدانية للخزانات استعدادا للموسم الصيفي. وعقد الوكيل اجتماعا مع مهندسي محطة التوليد، ودعا لضرورة التعاون بين الري والكهرباء لتحقيق أكبر قدر من الفائدة، وتعهد بتحسين بيئة العمل، وأكد أن الإنسان هو محور اهتمام الوزارة بالتدريب ورفع القدرات وتحسين المرتبات. وقال الوكيل إن الهدف الأساسي من الزيارة هو التحضير للموسم الصيفي ومتابعة تخزين المياه وتحقيق بيئة عمل مريحة للاستفادة من الخبرات التراكمية للمهندس السوداني. شرعت هيئة الرهد الزراعية في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية لرفع الانتاجية الرأسية للمحاصيل الزراعية، حيث تم نثر سماد الداب ومبيدات الحشائش. وأكد مدير هيئة الرهد الزراعية في تصريح لسونا حرصهم تطبيق التقنيات الزراعية لتطوير الزراعة بالرهد، وأشار للبداية المبكرة لزراعة محاصيل العروة الصيفية بزراعة محصول الفول السوداني مطلع مايو المنصرم، وبدءا بمراحل الإنبات بصورة ممتازة. وأوضح مدير الرهد أن المساحات التأشيرية لمحاصيل العروة الصيفية بلغت 195 ألف فدان لمحاصيل الفول السوداني والذرة والقطن، وامتدح الجهود الكبيرة للعاملين والمزارعين بالمشروع، وقال إن المتابعة المستمرة للعمليات الفلاحية تبشر بنجاح الزراعة بمشروع الرهد خاصة محاصيل العروة الصيفية. ناشد مزارعون بولاية القضارف الحكومة الانتقالية بأهمية إعادة النظر في قرار تجديد الحظر الشامل والسماح لهم بحرية الحركة والانتقال حتى يتمكنوا من إكمال تحضيراتهم للموسم الزراعي، بما في ذلك تدفق الوقود والتمويل وعمليات صيانة الآليات وحرية الحركة للقوى العاملة. ونوهوا إلى أن استمرار هذا الحظر قد يكون سببا أساسيا في فشل الموسم الزراعي. تعد زراعة عملا أساسيا لحوالي 80% من المواطنين هنا بولاية القضارف، وتزرع سنويا حوالي 8 مليون فدان بأنواع المحاصيل المختلفة. قرار تمديد الحظر الصحي قابله المزارعون بتحفظ عطفا على ما يعانوه في إطار تحضيرات الموسم الزراعي. جانحة حقت كورونا دي الناس بالها على البلد وعلى المواطن والإنسان هو الأولوية، لكن صراحة الوضع بعد ده والزمن ما بيزعف، لأنه نحن نفتكر شهر 4 و5 كله بطلناه وعديناه في تباعد اجتماعي، والآن الوضع أي يوم بيمر كمان ما بنقدر نعوضه، لأنه زراعة مطرية وعندنا محلات ما فوق طرق معبدة، ما فيها مزلقانات، ما فيها كباري، فدي كلها مشاكل. الناس المزارعين بعد افترضوا يكونوا في الغيط 25/5 بنبدأ بزراعة الفول، وطوالي بداية شهر 6 بنزرع القطن المطري. زراعة مواغيط، فلا بد من بعد ده يعني يحصل يمكن يكون يعني للغرار بتاع الحظر ده في الولايات الزراعية، ولاية القضارف بصورة خاصة يكون عندها استثناء للظرف ده، حتى وإن الناس يتمكنوا وربنا يرفع الوباء والبلاء وينزل الرحمة وينزل الشفاء. ويمثل تأخير التمويل تحديا آخرا، خاصة التمويل الرأسي المتعلق بالآليات. هذا العدة مباشرة يكون التمويل يبدأ طوالي وبمختلف المستويات، لكن في بعض المعوقات يعني للأسف الشديد، وإحنا طالبنا مرارا وتكرارا أنه في يعني مثلا زول دارع وواصل نزال يتسلف من البنك في ضريبة اتحادية، بالإضافة لأنه التمويل الزراعي ذاته يعني ينقسم على شقين، شق بيختص بعمليات المواد البترولية والمرابحات المبيدات الأسمدة، وجزء بنسميه نحن التمويل الرأسمالي، والتمويل الرأسمالي ده للأسف الشديد له سنتين يعني يمكن يكون حس الآن ما بيقول لي هو الآليات الكبيرة التراكترات والحاصدات والزراعات اللي هي البلنترات والكدابات. فيما يذهب آخرون إلى أن تدفق تمويل الجازولين مقارنة مع الفترة الزمنية قد يكون عاملا آخر من عوامل فشل الموسم الزراعي. فإذا تم التأخير أكثر من كده أنا أفتكر أنه المسألة دي حتكون فيها يعني تأثير على الموسم الزراعي، فلا بد من تسريع وتيرة يعني وصول الوقود الزراعي لولاية القضارف بأسرع فرصة ممكنة. حقيقة نحن في المرحلة الأولى والحوجة الضرورية والعاجلة ل 115 ألف برميل، الآن الوصل منها 10 ألف برميل تقريبا. وغير بعيد عن ذلك فإن سيارات الدفع الرباعي تمثل شريانا مهما للإمداد، خاصة مناطق جنوب القضارف. في فترة من الفترات نحن ما بنقدر نستخدم اللواري ولا الكنتر الصغير إلا اللاند كروزر، فاللاند كروزر عربة ممكن نحمل فيها 10 برميل جازولين أو 20 جوال تيراب،
فهذه العربة مهمة جدا لنا وموجودة في القضارف من الستينات والسبعينات، وما افتكر انه في ولاية القضارف اللاند كروزر خالفت او مرقت خارج السير الزراعي. هي جملة من التحديات تواجه الموسم الزراعي، مما يتطلب بحسب المزارعين تدخلا عاجلا من السلطات لإنغاز ما يمكن إنغازه. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. في أخبار الرياضة، تتوقع الأوساط الرياضية صدور قرار من الاتحاد العام لكرة القدم حول الموسم الرياضي بعد قرار السلطات الصحية تمديد الحظر الصحي حتى 18 من الشهر الحالي. وأشارت قيادات عدد من أندية الدرجة الممتازة إلى صعوبة إكمال الموسم الرياضي بسبب التوقف الطويل للمنافسة بسبب جائحة كورونا، لكن اتحاد كرة القدم يواجه مصاعب في إصدار القرار في ظل رفض بعض الأندية لفكرة إلغاء المنافسة، خاصة تلك الأندية التي أحرزت مواقع متقدمة في المنافسة. أما الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على استئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي في يوليو وأغسطس المقبلين، وعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعا بالفيديو لدراسة السيناريوهات المحتملة لإنهاء مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد بعد أن توقفتا في الدور نصف النهائي إثر تفشي وباء